بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم اليوم إن شاء الله الدرس الثاني في الفصل 24، شابتر 24. اليوم رح نأخذ قانون غاوس، بس قبل ما نأخذ قانون غاوس بدي أكد على بعض الأمور المهمة. أولها عندي هنا كرة، هذه كرة نصف قطرها R. هذه الكرة لها حجم volume of sphere، حجمها ماذا يساوي؟ يساوي 4 على 3 باي ار تكعيب. حجم الكرة 4 على 3 باي ار تكعيب، هذا هو حجم كرة نصف قطرها ار كابيتال. طيب بدنا مساحة سطح الكرة وليس الحجم، مساحة سطح الكرة، هذه كرة بأكد، مساحة سطح الكرة surface area of a sphere is 4 باي ار تربيع. إذا هذه أمور بدها تكون عارفها من المسلمات، حجم الكرة أو مساحة سطح الكرة. نيجي إلى الأسطوانة سيلندر. هنا عندي أسطوانة، هيها طولها L نصف قطرها R. هذه أسطوانة، الكرة بالمناسبة لها مركز، الأسطوانة لها محور. هذه الأسطوانة لو حد سألك عن حجمها ماذا يساوي حجمها؟ يساوي مساحة القاعدة في الطول، أو مساحة القاعدة في الارتفاع إذا بدك. طيب ماذا تساوي مساحة القاعدة؟ تساوي 2 باي ار. مساحة القاعدة 2، مساحة القاعدة تساوي باي ار تربيع. إذا هاي مساحة القاعدة باي ار تربيع مضروبة في ال. إذا حجم الأسطوانة اللي هي باي ار تربيع في ال، R نصف القطر، L اللي هو طولها. هذه أمور بعتقد أنها من البديهيات. أنا بدي أكد على نقطة أخرى هنا، هاي هذه أسطوانة، لاحظوا أنا الغطي بطلت ملونهم، بدي مساحة الجزء المستدير منها، يعني بمعنى مساحة سطحها كاملا ناقص الغطاء العلوي وليش والسفلي. ماذا تساوي مساحة هذا الجزء المستدير اللي أنا ملونه هنا مظلله الآن؟ تساوي مساحة الجزء المستدير من الأسطوانة تساوي محيط هذه الدائرة في الطول. بالمناسبة هاي طولها زي هاي L، وبالتالي مساحة الجزء المستدير هذا تساوي 2 باي R اللي هو المحيط مضروب في إيش؟ في الطول اللي هو L. إذا هذه هي مساحة الجزء المستدير. المساحة الكلية لأسطوانة مثل هون تساوي هذا زائد مساحة الغطاء العلوي زائد مساحة الغطاء السفلي، ولكن هذا أمر ما راح تحتكوا معه. إذن حجم الأسطوانة ومساحة سطح الأسطوانة المستدير بدون الغطي يساوي المحيط في الإيش؟ في الطول. هذا أمور مهمة. الأمر الآخر اللي بدي أشير له وهو غاية في الأهمية، المواد الموصلة الكوندكترز والمواد العازلة الإنسوليترز. إذا شحنا جسم موصل بغض النظر سواء كان كرة أو أسطوانة اللي هو بغض النظر، إذا شحننا جسم موصل شحنته ستتوزع فقط على السطح، ستتوزع فقط على السطح. In conductors charge always at the surface، دائما الشحنة وين موجودة؟ على السطح، في الداخل لن تجد إيش؟ شحنات. بينما لو شحننا جسم عازل insulator الشحنة راح تتوزع على كل الحجم. بالمناسبة أنا هون شاحنه الكرة هاي الموصلة، شاحنها بشحنة موجبة، وهذه الكرة أيضا شاحنها بشحنة موجبة، الكرة العازلة. أنا مكبر إشارة الشحنة هون هيك، لكن ما حدش راح يوريك إياها. هاي أمور راح تتخيلها أنت لوحدك، وهذه اللي موجودة هون ما حدش راح يرسم لك إياها. إذا بقول لك شحننا جسم موصل أو كرة مشحونة، كرة موصلة مشحونة، فشحنتها على السطح. إذا قال لك كرة من مادة عازلة، إذا الشحنة توزع عليها بشكل حجمي. هذه بعض الأمور الأساسية لازم الطالب يكون عارفها قبل ما نروح على قانون غاوس. خلينا الآن نروح على قانون غاوس، خلينا نشوف قانون غاوس. غاوسز لو، قانون غاوس وان كان اشتقاقه شغلة بسيطة مش معقدة، الا اني ما بدي اعطيكم الاشتقاق، بدي اعطيكم القانون مباشرة. هذا هو قانون غاوس، تكامل E ضد دي اي تساوي كيو ان اوفر ابسلون نوت.
تكامل E dot dA تساوي QN over epsilon naught. الآن بدي أذكركم بشغلة. لو أنا سكرت على هذه الدويرة الموجودة هون على إشارة التكامل أهملتها، شو بصير عندي هون؟ بصير عندي تكامل E dot dA. تكامل E dot dA هذا، انسى الدويرة هاي الموجودة هون، هاي مش موجودة. تكامل E dot dA شو هو هذا؟ هذا هو التدفق، هذا هو التدفق. اذا تذكروا لما درست التدفق قلت لكم التدفق شغلة مهمة، ولانها بيعتمد عليها قانون، بيعتمد عليها قانون غاوس. اذا لو سكرنا على هاي تكامل E dot dA هذا هو التدفق. الآن شو إشارة الإغلاق هذه حول الدويرة هذه، الدائرة المحطوطة على إشارة التكامل هذه تعني إغلاق. فهنا منكامل على مساحة على سطح، وبالتالي إذا حطينا إشارة الدائرة هذه على إشارة التكامل بصير تدفق من سطح مغلق، تدفق من سطح مغلق. إذن قانون غاوس هسا راح أحكيه هيك وبعدين أشرحه بالتفصيل الممل لأنه مهم. شو بقول؟ تكامل على سطح مغلق E dot dA تساوي QN over epsilon naught، تدفق المجال الكهربائي لكن من سطح إيش ماله؟ مغلق. ماذا يساوي؟ يساوي QN over epsilon naught. شو الفائدة المبدئية اللي بدنا نجنيها من قانون غاوس؟ قانون غاوس يمكننا من حساب المجال الكهربائي هذا لجسم مشحون، راح نستفيد منه ابتداء في حساب المجال الكهربائي لجسم مشحون. الآن إذا هذا هو المجال الكهربائي داخل التكامل. طيب الآن إيه هذا؟ مذكرين شو كنت أقوله؟ كنت أقول عن في التدفق، كنت أقول عنه مساحة السطح الذي يتدفق منه المجال الكهربائي، وهذا كلام صحيح، لكن هذا السطح أصبح سطح إيش ماله؟ مغلق. إذن تفرجوا علي، تكامل على دي اي رح يعطيني اي. إذن شو هو اي؟ هو سطح مغلق. الآن رح أعرفه، تفرجوا اي هو ما هذه هي. تكامل على دي اي رح تعطيني اي. إذن شو هو اي؟ مساحة السطح الغاوسي الذي يتدفق منه المجال الكهربائي. لاحظوا استخدمت انا مصطلح اللي هو السطح الغاوسي، وبالتالي بدي اعرف لك ما هو السطح الغاوسي. السطح الغاوسي هو سطح تخيلي، هو مش موجود، احنا رح نتخيل ايش وجوده. اذا السطح الغاوسي هو سطح تخيلي يجب انه يمر في النقطة اللي هو بيقول لك احسب لي عندها المجال الكهربائي، وله شكلان المجال السطح الغاوسي، اما ان يكون على شكل كروي سفيريكال او على شكل سفير او على شكل اسطوانة. اذا السطح الغاوسي هو سطح تخيلي، سطحه يجب انه يمر بالنقطة اللي انت بدك تحسب عندها المجال الكهربائي، وله شكلين، إما أن يكون كروي وإما أن يكون أسطواني. الآن هذا كلام مش كثير يعني مفهوم حاليا، بس بعدين لما نحل رح يتوضح هذا الصورة ورح أرجع لها هذه المفاهيم. طيب إذا على الشمال هنا أنا عندي تدفق المجال الكهربائي من سطح مغلق اللي هو السطح الغاوسي، تدفق المجال الكهربائي من السطح الغاوسي اللي هو السطح المغلق. ماذا يساوي؟ يساوي QN over epsilon naught. epsilon naught هذه هي سماحية الفراغ للمجال الكهربائي، تعرفنا عليها سابقا وهي ثابت، فيش فيها مشكلة. الآن بدي أعرف لـ QN هذه، بدي أعرف لـ QN. شو تعريفها لـ QN هذه؟ لـ QN هذه تعرف على أنها محصلة الشحنة الموجودة داخل السطح الغاوسي. محصلة الشحنة الموجودة وين؟ داخل السطح الغاوسي. إذا منقول دائما إحنا إنه السطح الغاوسي يتعامل مع ما في داخله من شحنات، أي شحنة خارج السطح الغاوسي ما إله فيها. إذا QN هذه هي محصلة الشحنة الموجودة داخل السطح الغاوسي. حال العال. إذا قانون غاوس هذا
يمكننا من حساب المجال الكهربائي لأجسام إيش مالها مشحون اللي كانت تغلبنا سابقا من نحلها على التكامل. شو مشكلته قانون غاوس؟ أنه لا يصلح لكل الأشكال الهندسية، وإنما يصلح في أشكال هندسية محددة. أنا كاتبها هون مشان تكونوا عارفينها. الآن الأشكال الهندسية اللي إذا شفتها وجدتني في المسألة اللي بقدر أحل على قانون غاوس، إذا كانت الشحنة موزعة على كرة أو بشكل كروي، إذا كانت الشحنة موزعة بشكل خطي يعني سلك في بعد واحد ولكنه طويل، بالمناسبة كلمة طويل أو طويل جدا أو لا نهائي كلها تؤدي نفس الغرض. إذن إذا كانت الشحنة موزعة على سطح كروي، إذا كانت على شكل سلك طويل في بعد واحد، أو إذا كانت أسطوانة طويلة، أسطوانة بتفرق عن هذا أنه لها نصف قطر يعني سلك له نصف قطر، أو إذا كان عندنا سطح مشحون، إذا كان عندنا سطح واسع مشحون. هذه الأربع الأشكال الهندسية تستطيع استعمال قانون غاوس إلها والحصول على المجال الكهربائي الناتج عن جسم مشحون بشكل سلس وسهل وسريع وفيش فيه مشاكل. الآن خلينا نطبق هذا الكلام اللي قلناه، هذه المفاهيم على المسائل، راح تكون الأمور إن شاء الله تتوضح بشكل جيد. خلينا نبلش بحل مسائل. خلينا نشوف مسائل على قانون غاوس، وكل مسألة راح نشوفها راح يكون فيها فكرة. ابتداء خلينا نشوف مسألة 24-42. شو بتقول؟ بتقول solid، خليها هيك كويس، a solid conducting sphere. conducting sphere كرة موصلة، solid يعني مصمتة زي القلة، يعني كرة موصلة أو معدنية، المعدن المعادن كلها موصلة. نقول لك كرة معدنية أو كرة موصلة، المعادن كلها موصلة. إذا a solid conducting sphere كرة موصلة، ها of radius نصف قطرها، هو مسمي لي R capital تساوي 15 سنتيمتر، نصف قطرها 15 سنتيمتر، احنا ما بنتعامل مع سنتي، احنا دائما بنتعامل مع المسافات بالمتر، اذا هاي 15% من ليش من المتر، هيو R تساوي 15% من المتر. A solid conducting sphere of radius R 15 سنتيمتر carries a charge تحمل شحنة Q مسمي لي هو Q small تساوي 40 نانو كولومز، 40 نانو كولوم، المايكرو 10 قوى ناقص 6، النانو 10 قوى ناقص 9، يعني تحمل شحنة بسمي لي اياها هو Q small تساوي 40 في 10 قوى ناقص 9 كولوم. المطلوب find the electric field، اوجد المجال الكهربائيات على المسافات التالية. إذا أوجد المجال الكهربائي على المسافات التالية، أول مسافة معطيني إياها الفرع A 17 سنتيمتر من المركز. الآن شباب هذه المسألة الكويس فيها أنه معطيك أرقام ومعطيك رموز، فأنت بتحل بالرموز وبعدين بتعوض إيش الأرقام مشان تتعود على هذا الأمر. إذا كرة نصف قطرها R capital 15 سنتيمتر، تحمل شحنة Q small 40 نانو كولوم. الآن بما أنها موصلة الشحنة موزعة على السطح، يعني حاطها هون على السطح، المطلوب إيجاد المجال الكهربائي على مسافات مختلفة. أول فرع اللي هو على مسافة 17 سنتيمتر من المركز. 17 سنتيمتر إذا كان نصف قطرها هي كله 15، إذن هو بده الآن يطلب مني إيجاد المجال الكهربائي خارج الكرة، خارج هذه الكرة. شوفوا تسلسل الأحداث كيف. أول شغلة بسأل نفسي، هو معطيني شحنة نقطية ولا جسم؟ لا، هو معطيني جسم مشحون اللي هو كرة، هاي لها نصف قطر مش شحنة نقطية. هل هذه من حالات غاوس؟ نعم من حالات غاوس، لأنه قلنا الكرات تدخل ضمن حالات غاوس. إذا بدي أحل على قانون غاوس مباشرة، بكتب قانون غاوس تكامل E ضد DA تساوي Q1 over epsilon not. هاي بالمناسبة يمكن نسيت أعلق عليها لما حكيت عن قانون غاوس الأس، هاي سيرفس يعني على سطح معين اللي كنا نقول عنه السطح الغاوسي، فما بتقدر تشيلها، ما يعني ما تعيرهاش انتباه، تكامل على سطح مغلق S اختصار سيرفس. طيب إذن
بدي احل على قانون غاوس فبكتبه تكامل اي دوت دي اي تساوي كيو ان اوفر ايش ابسلون نوت. الخطوه الاولى بعد ما اقرر اني احل على قانون غاوس، الخطوه الاولى اللي لازم اسويها هي اني اخذ سطح غاوسي. وين السطح الغاوسي؟ انه اتفقنا انه يجب انه يمر بالنقطه اللي بدي احسب عندها المجال الكهربائي. فمثلا خليني هنا اعمل ريفيو اشغل مشان اقدر اخربش. هو قال لي احسب على مسافة 17 سنتيمتر، وانا نعتبر انه على مسافة r small تساوي 17 سنتيمتر. وين بده مني؟ اذا بده مني احسب المجال الكهربائي في الخارج، لانه نصف القطر، نصف القطر هنا 15. اذا هو بده يعني احسب المجال الكهربائي somewhere هون على مسافة R تساوي 17% من المتر هون خارجها. شو لازم أساوي؟ لازم أخذ سطح غاوسي. السطح الغاوسي يجب أن يمر بالنقطة هاي اللي بدي أحسب عندها المجال الكهربائي. فبأخذ السطح الغاوسي، قلنا له شكلين، إما أن يكون على شكل كرة وإما على شكل أسطوانة. بنأخذه على اعتبار أنه هنا كرة، هيها هيك كرة نصف قطرها 17، كرة نصف قطرها 17 سنتي متر. الآن هذا الرسم اللي أنا عملتها، شايفين هاي رسمة مش كويسة بعرف، لذلك أنا عاملها تحت. إذا أنا رسمت هون السطح الغاوسي في مر بالنقطة اللي بدي أحسب عندها هون على مسافة 17% من المتر. خليني أمسح هذا الكلام اللي عملته أنا قبل شوي، ونيجي للإيش، نيجي للرسمة اللي تحت هيها. إذا هنا بدي أحسب المجال الكهربائي هون في هذه النقطة، هنا تحديدا في هذه النقطة هون. فرسمت سطح غاوسي نصف قطره R small تساوي 17% من الإيش، من المتر. هذا هو السطح الغاوسي. إذا كتبت القانون واخذت ليش السطح الغاوسي وخليته يمر بالنقطة اللي انا بدي احسب عندها هون، ما فيش له اما على شكل كرة واما على شكل اسطوانة. هون اخذناه على شكل كرة، بعدين راح اقول لكم اياها انه عادة السطح الغاوسي بيكون تقريبا له نفس تماثل توزيع الشحنة. الشحنة هنا على سطح كرة، فاخذنا السطح الغاوسي على شكل ايش، كروي. طيب الخطوة التالية، اتخلص من الدوت برودكت. هذا الدوت برودكت بتوين بين ايش وايش؟ بين المجال الكهربائي الناتج عن الكرة ومتجه المساحة على السطح الغاوسي. ومتجه المساحة منذكركم انه دائما عمودي على المساحة. اذا كان السطح مغلق، وهو في حالتنا مغلق، يجب ان يكون عمودي عليه وللخارج. خليني اخذ النقطة هاي هون. الكرة هذه مشحونة بشحن موجب، اذا سينتج عنها مجال كهربائي مبتعد عنها في جميع ليش؟ في جميع الاتجاهات. أرجو تعذروني للرسم المش دقيق. هذا هو المجال الكهربائي مبتعد عنها في كل ليش، في جميع الاتجاهات. هيا ماشي. الآن هذا المجال الكهربائي بس بالنقاط الأربعة، لا هو هون وهون وهون وهيك، بس أنا حطيت ريبريزنتيف لهم. هذا المجال الكهربائي الآن شوفوا للخارج. طيب لو جيت على أي نقطة على السطح الغاوسي هذا هون، وجيت بدي أشوف هون دي اي، يجب أن يكون عمودي على السطح وللخارج. إذن هو بنفس اتجاه اي. لو جيت هنا بدي أقول هذا هو دي اي، إذن هو بنفس اتجاه مين؟ اي. طيب هون كذلك الأمر بنفس اتجاه ايش؟ اي. هنا يجب أن يكون عمودي على السطح وللخارج، إذن بنفس اتجاه اي. إذن الزاوية بين E و DA دائما صفر، ولذلك بفك هذا الدوت برودكت، بصير A مقدارا في DA مقدارا في كوساين الصفر، لأنه الزاوية بينهم دائما تساوي إيش؟ تساوي صفر. كوساين الصفر بعطيني، كوساين الصفر بعطيني واحد، إذا بصفي الأمور E في DA جست. هذا هي وصلنا لهون. خليني أشيل كل هذه الأمور اللي أنا عملتها قبل شوية بس مشان ترجع الرسمة منطقية، يعني هيك ما فيش عليها مشاكل. اذا هذا كل اللي عملته انا الان، خلاص رجعت الرسمة نظيفة. الان
خلصنا من ليش من الدوت برودكت. نسأل السؤال التالي، الآن كان هذا متجه، الآن صار مقدار، هل مقدار المجال الكهربائي على السطح القاوسي هون وهون 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 نفسه؟ نقول نعم نفسه. ليش؟ بسبب التماثل. شو أولوية هذه النقطة عن هذه عن هذه عن هذه؟ لا تتميز أي نقطة هون على السطح القاوسي عن الأخرى. إذا مقدار المجال الكهربائي على هذا السطح القاوسي مقدارا دائما ثابت، وبالتالي هذه نقطة مهمة غاية في الأهمية في استعمال قانون قاوس. دائما بنختاره بحيث يكون المجال الكهربائي عليه مقدارا ثابت ما أمكن مشان نقدر نطلعه لبرا. إذا مقدار المجال الكهربائي لا يعتمد وين أنت موجود على السطح القاوسي. إذا من نطلع الإي هاي لوين؟ لبرا، لأنها كونستانت. طلعنا الإي لبرا، هذا هي بصفي معي التكامل على دي إي. تكامل على دي إي رح يعطيني إي. شو عرفنا إي؟ قلنا مساحة السطح القاوسي الذي يتدفق منه المجال. هل المجال الكهربائي الناتج عن هذه الكرة يتدفق من كل السطح القاوسي؟ نعم، من كل السطح القاوسي. إذا بدي مساحة السطح القاوسي هذا كاملا. ماذا تساوي مساحة السطح القاوسي هذا كاملا؟ تساوي مساحة سطح كرة نصف قطرها R small، اللي هي تساوي كم؟ 17% من المتر. إذا تكامل على دي إيه رح يعطيني إيه؟ مساحة هذا السطح القاوسي اللي هو مساحة كرة نصف قطرها R small، 4 باي R small تربيع. وهيك بنكون خلصنا شغل على الجهة الشمال. هسا بدنا نيجي على الجهة اليمين. الجهة اليمين هون شو في عندي؟ في عندي ايبسلون نوت ثابت ما عليه اي تغييرات. هيا الان باجي لكيو ان. شو عرفنا كيو ان؟ قلنا هي محصلة الشحنة الموجودة وين؟ داخل السطح القاوسي. باجي ببساطة بتفرج بقول هذا هو السطح القاوسي اللي انا اخذته. الان ماذا في داخله من شحنات؟ جزء من الشحنة الكرة ولا كل شحنة الكرة؟ لا، كل شحنة الكرة هيها موجودة داخل هذا السطح القاوسي. طيب شو معطيني رمزها هو؟ معطيني رمزها كيو سمول. إذا بقول كيو أوفر إبسلون نوت، كيو أوفر إبسلون نوت. تقريبا خلصنا هون. لاحظوا عن إيش بندور إحنا؟ بندور على المجال الكهربائي، وبالتالي بنقسم الطرفين هذا وهذا على 4 باي آر تربيع، وبالتالي بصفي إي لوحدة. قسمنا الطرفين على 4 باي آر تربيع، صفت إي تساوي كيو على 4 باي إبسلون نوت آر تربيع، واحد على 4 باي إبسلون نوت اللي هي كي، وبالتالي بسطناها إي تساوي كي. في كيو بالمناسبة هاي مش كيو كابيتال، هذه ايش؟ كيو سمول، انا غلطان. هيها كيو تنقل هنا ايش؟ كيو. اذا هذه كيو سمول، خلينا اعدلها يطلع عندي اشكاليات. هذه هي كيو سمول، كيو سمول، وبالتالي اي تساوي كي كيو على ار تربيع. وهيك حليناها بالرموز. هسا نقدر نعوض. بدك تلاحظ كي ثابت اللي هو 9 في 10 قوة 9، كيو معطى في المسألة سمول اللي هي 40 نانو كولوم، 40 في 10 قوة ناقص 9 على R تربيع. هذه R تربيع، الـ R معطى معنا نعم هذا هي 17% من المتر تربيع على الماكنة بنحسبهم. هذا هو مقدار المجال الكهربائي في هذه النقطة. كيف اتجاههم؟ مبتعد. كيف هون اتجاههم؟ مبتعد. كيف اتجاههم؟ مبتعد. هنا مبتعد. إذن هذا هو المقدار حسبنا. خليني أشيل الشغلات اللي أنا كنت حاطها هنا على الرسمة مشان أقدر أشتغل. الآن أرجع الرسمة نظيفة، كل الشغلات اللي ضفتها هذه هون هيك النقاط هاي رجعت الرسمة كويسة زي أول. الآن حسبنا المجال الكهربائي على مسافة R small تساوي 17% من المتر، 17 سنتيمتر. هذا هو الفرع A بالمناسبة، صح؟ الآن الفرع D من المسألة هاي نفسها مباشرة راح أقفز له. بقول لك احسب لي والله المجال الكهربائي الناتج عن هذه الكرة، بس مش على مسافة R small تساوي 17 سنتي، على مسافة 75 سنتيمتر. فإذا راح أجي هون على مسافة 75 وأخذ إيش؟ وأخذ سطح قاوسي مرة ثانية. الآن سوري للرسمة هاي السيئة، خليني أشيلها.
وراح اجي مرة ثانية على مسافة 75 هنا واخذ ايضا ايش اخذ سطح قوسي مرة ثانية برضو بدي اشيلها. الان سطح القوس اللي بدي اخذه في المرة الثانية راح يحتوي جزء من الشحنة ولا كل الشحنة؟ راح يحتوي كل الشحنة. اذا سوف احصل على نفس الجواب، اللهم في المقام هنا ار سمول بدل 17 راح تكون شو 75. هذا هو الفرع دي. في الفرع دي بقول لي احسب لي على مسافة 75 سنتيمتر، راح اخذ نفس ليش الجواب هون اي تساوي كي كيو على ار تربيع، بس ار تربيع في هذه الحالة راح تكون مش 17 وانما 75، وعلى الماكنة تست كي في كيو على 75 تربيع بيطلع هذا الجواب. الان بمعنى اخر نقدر نقول احنا هون ببساطة انه هذا الجواب هو المجال الكهربائي خارج الكرة. المهم انه تكون انت 15 على مسافة ار سمول 15 سنتيمتر او اكثر كله يعطى بهذا الجواب. اذا المجال الكهربائي خارج هذه الكرة هون هون او من هون 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 خارجها حتى وصولا لسطحها يعطى بهذا القانون. طيب على السطح هون وكأنه بيقول لي احسب على مسافة R small تساوي 15% من المتر. على السطح عندها بتكون R small هذه تساوي R capital، وهذا هو الفرع C. بيقول لي احسب لي على مسافة R small تساوي R capital وتساوي 15. إذن بنفس الوتيرة KQ، هذا مش Q، Q small، هاي Q small يا أخوان، ناسيين عندي غلطة هون جاي مع Q capital، هذه إيش Q small. خليني أعدلها، خليني إيش أعدلها، خليني أعدلها، اليوم عندي أغلاط هنا بالكيو، خليني أعدلها هوم على السطح كي كيو على كي كيو على آر تربيع، المفروض أنها آر سمول لكن آر سمول تساوي آر كابيتال، بعطيني هذا هو المجال كهربائي على سطح الكرة، وبالمناسبة هذا أعلى مجال كهربائي، وبالمناسبة هذا هو أعلى مجال كهربائي. طيب إذا حلينا الفرع A و C و D. الآن خلينا نيجي للفرع B. الآن بقول لك احسب لي المجال الكهربائي لهذه الكرة على مسافة 12 سنتيمتر from the center. يعني بده إذا كان هي نصف قطرة 15 سنتيمتر، إذا هو بده المجال الكهربائي وين؟ في داخلها. إذا باجي هنا على مسافة، هنا بنيجي على مسافة 12 سنتيمتر، هيا هون R small تساوي 12% من ليش من المتر، وباجي بأخذ سطح قاوسي على شكل كرة نصف قطرها R small اللي هو 12، وبكتب قانون قاوس E dot dA تساوي QN over epsilon naught. بلاش هون بلاش هون، احنا شايفين انه الشحنة موجودة في الخارج، هو بقول لي وين في الداخل هون اوجد على مسافة 12 سنتيمتر، الشحنة موزعة على السطح والسطح 15 سنتيمتر، اذا هذا السطح القاوسي لا يحتوي على اي شحنات لان الشحنة وين موجودة؟ موجودة على السطح. اذا QN الشحن المحتوى داخل السطح القاوسي هون تساوي صفر، وبالتالي صفر على ابسلون نوت صفر، E مضروبة في DA تساوي صفر لان صفر اوفر ابسلون نوت صفر، E في DA اعطتني صفر علما بانه A هذه لا تساوي صفر لانه له مساحة، اذا بالضرورة المجال الكهربائي E يساوي صفر. وهنا انا ساتحدث عن قاعدة عامة الجميع لازم يعرفها، بس بعد ما انظف هنا الشيء اللي كنت اخربشه. الان في عنا قاعدة عامة، لاحظ هو الان اعطانا كرة موصلة وقال لي اوجد المجال الكهربائي داخلها. في قاعدة عامة بتقول المجال الكهربائي داخل الموصل دائما يساوي صفر، فاذا سألت عن مجال كهربائي داخل الموصل دائما اعطي الجواب صفر بدون ما تحل. الان انت عرفت ليش، لانه الموصل الشحن بتوزع على سطحه، فاي نقطة في الداخل لما بدي اخذ سطح قاوسي مشان اضمها احتويها لن يكون بداخله ايش شحنات. ظل عندي نقطة اخيرة في هذه المسألة، وهي اذا بتلاحظوا هذا هو المجال الكهربائي خارج الكرة بغض النظر قديش المسافة تتغير قيمة R.
الكي ثابت والكيو ثابت، إذا المجال الكهربائي هذا يتناسب مع 1 over R square، تناسب عكسي. طيب والمجال الكهربائي داخل الكرة لو قال لي على مسافة 1 سنتي ولا على مسافة 2 ولا حتى يوصل ل 14.5 أو 15، إلا المجال الكهربائي دائما صفر. وبالتالي خليني أعطيكم رسمة، وهذا شيء مهم بدك تكون عارفه. هذه الرسمة، هذه هي كرتنا، هذا نصف قطرها، رسمته هيك أفقي لكم عشان تشوف تكونوا فاهمين، اللي هو 15 سنتيمتر. وهون بدي أرسم كيف يتغير المجال الكهربائي مع البعد عن مركز الكرة. من هون طالما أنا في الداخل حتى وصولا لهذه النقطة، المجال الكهربائي سيساوي صفر. إذا لاحظوا هون، هيو معلم، المجال الكهربائي يساوي إيش؟ يساوي صفر. طيب رح يظلني أنا وإحنا في الداخل هون، وإحنا في الداخل رح يظل المجال الكهربائي صفر 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 صفر، هوب حتى نصل السطح هون. لما نصل السطح رح يكون المجال الكهربائي عند السطح، تذكروا شو كان يساوي عند السطح هنا، عند سطح الكرة كان يساوي E تساوي K في Q على R capital تربيع. هذا ثابت وهذا ثابت، إذا يتناسب مع مين؟ مع R، لكن R أيضا constant، إذا له قيمة واحدة، وبالمناسبة أعلى قيمة للمجال الكهربائي اللي هي عند السطح. طيب بالابتعاد عن سطح الكرة هيك، لما بصير البعد هذا R أكبر من إيش؟ من نصف القطر في المنطقة هاي، هذا هو المجال الكهربائي هون عند هاي النقطة. لا، لما ببتعد بصير خارج الكرة، بصير عندي المجال الكهربائي تساوي K في Q على R small تربيع. الآن R small بتتغير، K ثابت وQ ثابت، إذا المجال الكهربائي يتناسب مع 1 over R square، وبالتالي بصير له هبوط حاد هنا، بصير له هبوط حاد. إذا خليني أمسح اللي أنا كتبته هون كله هذا مشان ترجع الرسمة هيك جيدا تكونوا فهمتوا شو اللي صاير عليها. إذا طالما أنا في داخل، طالما أنا في داخل الكرة فالمجال الكهربائي صفر، هوب عند السطح بوصل على أعلى قيمة كي كيو على R كابيتال تربيع، ومن ثم بتبلش عملية هبوط متناسبة مع 1 over R سكوير. خلص اليوم بكفي، المرة الجاية مباشرة حل مسائل على قانون غاوس، ورح نأخذ لنا كمان 4-5 مسائل على قانون غاوس. يعطيكم ألف عافية.